هذه ما آلت إليه حال أهل الأندلس، حال من نجا من الموت من سيوف الفرنج أو الغرق في البحر. فحدثني إذن عما يجري في ديار الأندلس. السلام عليكم. ما سمعت حديثا أغرب من هذا ولا أكثر إيلاما منه. وما هو إلا بعض ما يجري في بلاد الأندلس. والله لا أدري، لا أدري من أشد بغضا عند الله، الأعداء الأفرنج أم ولاة الأمر من المسلمين الذين تركوا الأمور تبلغ هذا الحد فجلبوا على أنفسهم وعلى أقوامهم المذلة والمهانة. يا سير، ادعو أخواننا المرابطين أن يهيئوا للأندلسيين اللاجئين إلى جوارنا مقاما غير هذا المقام، أن يدخلوهم دورهم ويقتسموا معهم ما قسم الله لهم من الرزق وأسباب العيش إلى أن يأذن الله بفرج من هذا الكرب. ما عدنا